اما اقول لك ان جلطه القلب 80% الساعه 8 الصبح. يا الله، تبتدي تسال 80% مثلا من جلطات القلب بتحصل الساعه 8 الصبح مثلا. والمخ 80% الساعه 8 الصبح. فراجل الماني بيشرح، الماني لا علاقه له بينا، لا بالشيخ خالد ولا بالشيخ خالص. فبيقول تفسير هذا فعلا دي حقيقه، ان الساعه 8 الصبح اسوأ وقت للشرايين، اسوأ وقت. فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدوره الدمويه بتبطا طبعا، يجلط الدم. كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي بدل ما يمشي في حته واسعه، ضيق يمشي باقوى. ففي ماده بتطلع، اول ما احط راسي على المخده الماده تطلع، تضيق 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 في الشرايين. 8 الصبح اسوأ وقت للضيق، تحصل الجلطه. حلو. الالماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله اكبر، يكسر الماده دي يبقى 8 الصبح فيري سيف، ما فيش اي مشكله عنده. والله يا شيخ خالد انا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت، الصلاه خير من النوم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول. قلت سبحان الله، في ناس فاكره ان صلاه الفجر دي عذاب. يا بني ادم دي هتخليك زي صحتك زي الفل. ده صلاه الفجر، الصلاه خير. وطبعا هذا الاذان جاي من عند ربنا، طبعا ده حلم لسيدنا عمر. خلاص طبعا، فالصلاه خير.